السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة زوزو فلوغ. اليوم ان شاء الله غدا نقدم لكم واحد اللاطة ديال السرديل في الفرن بالشعرية الصينية وشوية ديال الخضر الزيتون. نتمنى ان شاء الله تجربوها، راه غدا تنال الاعجاب ديالكم. منطورش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. غنحتاج على بركة الله السرديل، كل واحد والقياس اللي غيدير. انا عندي هنايا شي كيلو ولا كيلو ونص. غنحتاجو الفلفله طابت الشكل، نحتاجو المطيشه، بطاطا سلقتها نص سلقه، وهنا عندي لاصوص ديال المطيشه، وعندي هنا معلقه كبيره ديال مطيشه الحك. عندي الزيتون، هنا عندي الكمون حامض ربيع مقطع، وهنا عندي الثومه شي 6 فصوص ديال الثوم. هنا عندي زيت الزيتون، لاصوص الصوجا غنديرو واحد شي معلقه. بالنسبه للعطريه غادي نديرو الملح والبزار والسكنجبير والتحميره. هنا عندي لقام ديال الحوت مخلطه، وهادي فلفله حاره سودانيه واختياريه. هنا عندي فيرميسيل. ندوزو على بركه الله طريقه التحضير. غناخد واحد الاناء اللي غادي نخلطو فيه، غنديرو لاصوص ديال المطيشه، ونزيد عليها الكمون، ونزيد مطيشة، ونزيد العطرية ديالي كاملة. الزيت شوية، وغادي نخلط لكم الربيع والثومة حتى هما، نضيفوهم واحد المعلقه ديال الخل، انا دايراها مع الربيع، ونخلط هادشي مزيان. وغنضيفو الشعريه الصينيه، نخلطو مزيان، بالنسبة للاصوص تقدرو ديروها معاها، وتقدرو تخليوها تتخليوها من الفوق، كل واحد والإختيار ديالو. نضيف واحد شوية ديال لاصوص صوجا، نخلطو مزيان، دابا ناخدو الصينية ديال الفرن. بطاطا، بطاطا راه سلقتها نص سلقة باش يكون طيبة. نحطو السرديل بهذه الطريقة، نعمروه بالشعرية الصينية. دابا ملي عمرتهم بالشعرية غادي نغطيهم بسرديلة أخرى، نغطيهم بهذا الشكل. دابا نصفو فلفلة، دابا غنزيدو مطيشة، تنفصلي فين مشينا لحنا فيها الشجر، اخلاقي
نديرو الحامض. الزيتون. الفلفلة. ناخدو داك البيغميس اللي بقات لينا نديرو من الفوق بهاد الطريقة. باش نبقاو باش نغمسو. ندخلوها دابا للفرن. طيب نرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اللي حضرت معكم اليوم. كيف كتشوفوا تيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوه غادي ينال الاعجاب ديالكم. ونتمنى اللي مازال ما مشتركش معايا في القناه ديالي شارك معايا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وحاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش ان شاء الله حتى هما يدعموني. ونتلقى معكم في فيديو قادم. والسلام عليكم.